يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي تسكن مع والدتها واثنتين من أخواتها، يقول: وأنا وحيدها، ووالدتي تطالبني وتلح علي أن أخرجها من منزل جدتي لتسكن وحدها، وإن لم أفعل فإنها ستذهب لدار العجزة. وهي على هذا يا فضيلة الشيخ منذ ما يقارب السنة، فكان جوابي لها أن هجرك لمنزل والدتك معصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وكما تدين تدان. سؤاله: هل أخطأت في ردي على هذه الواردة بذلك؟ وما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ أنت نصحت، مجرد نصيحة، ولكن قد يكون هناك أسباب، قد يكون هناك أسباب تقتضي هذا الذي حصل، فأن تبحث عن الأسباب ما هي أول شيء وعالجها. ابحث عن الأسباب التي جعلت هذه المرأة تخرج ابنتها أو تبعدها، لا بد فيها أسباب، ابحث عنها وعالجها. جزاك الله خير. نعم.